لقد أثبت العالم الغربي نفاقه بما لا يدع مجالا للشك، أن المسلمين دماءهم رخيصة، أن الفلسطينيين لا قيمة لهم عند الغرب، ليقتلوا وليموتوا وليذبحوا فليذهبوا إلى الجحيم ما دامت إسرائيل سالمة وقوية. هذا هو الدرس الذي تحاول الدول الغربية أن ترسله إلينا أيها الأعزاء، أن دم المسلمين لا قيمة له، أن المسلمين لا كرامة لهم عندنا، أن أطفال المسلمين إذا توجعوا فلن يتوجع الغرب أبدا من أجلهم. عليكم السلام ورحمة الله. اليهود الإسرائيليون فقط هم من يستحقوا الحياة، هم من يستحقون الدفاع، هم من يستحقون أن ندافع عنهم وأن نرسل لهم الأموال والسلاح والطائرات والقذائف ليفتكوا بالمزيد من الفلسطينيين، ليقتلوا الأكثر من الآمنين. إرسال البوارج وحاملات الطائرات من أجل من ولماذا؟ من أجل مواجهة شعب أعزل لا يملك أي سلاح. لقد كشفت إسرائيل عن أبشع وجوهها أيها الأعزاء، وكل وجوهها بشعة منذ اليوم الأول. ولكن لو كان هناك أدنى شك عند البعض، كشفت إسرائيل عن حقيقتها، عن حقارتها، عن لؤمها، عن خستها، عن وحشيتها، وهي تقطع الماء والغذاء والوقود والكهرباء وكل شيء عن هؤلاء المساكين المظلومين الذين يرزحون هناك ولا ناصر لهم ولا معين.